في صندوق الوصف راح تحصلون رابط الديسكورد حقي، أسوي فعاليات بين الوقت والآخر. حياكم أصدقائي، أحبتي، في كل مكان، أهلا بكم في أفضل سلسلة كارير مو في الأرض والسماء. في الحلقة الماضية جلدنا بيب جوارديولا 8-2 يعني ما أتذكركم. حدخلكم في الرتم سريع. في الكاس عندنا مباراة ضد سبيرز، بعدين ساوثهامبتون، مانشستر يونايتد. تقول لي أحمد يا أخي ما في شيء مميز صراحة في هذه الحلقة، يعني مباريات عادية، ما في إلا مباراتين قوية. لا، الانتقالات الصيفية الشتوية مفتوحة. 7 مليون، طالب مدير النادي نزل لي ميزانية أقل شيء 50 مليون، أقل شيء. قال اجتماع معاه، لكن مو الآن. على العموم، أحمد شو ضد مورينيو، يمين بالله لا أجلد أم المهايط إذا جلد. Let's go. مورينيو. يلا لا يا اخي، لا يا اخي يا اخي، ايش سوى علينا هذا؟ حلو الباص، الدون الدون، اني اراك الدون الدون، حرام عليك. حلوة، يلا يا حمدان، يلا حمدان يا زق، يلا حمدان ده. والله حمدان، بسم الله، الله أكبر، مرتدة. اخرج اخرج يا عمري يا لينو. نركز 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 في الشوط الثاني، نركز يا اخوان. يلا يلا كيس، وربي كيس، والله كيس، والله حرام. يا الله يا سانشيز، الله يحرقك يا ربي. لك زقو، الله. هي 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 هي، يا الله يا البلوكات. بيبي بيبي بيبي، الدون اركب اركب يا الدون. لا يلا اخذ فرصه، لا صفر حكم حكم، لا صفر حكم، لا صفر حكم، لا صفر حكم، لا صفر حكم، لا صفر. السلام عليكم استاذ احمد، اول شيء اليوم ما شاء الله تبارك الله شكلك وحضورك جدا جميل. السؤال بغيت أسألك إياه، برأيك وش سبب خسارتكم اليوم ضد مورينيو؟ هل هو بسبب إنه مدرب متألق أكثر منك، أو وش السبب بالضبط؟ أول شيء يا لب الصوت، ثاني شيء مورينيو كان مدرب جبان، لو إنه رجل وعنده فعلا قوة تكتيكية كان يقدر يدافع قدامي. أنا ما أدري ليش جالس تدافع ضد فريق يلعب بخمسة دفاع، يا أخي هاجم يا أخي. ويعني صح إنه إمكانيات فريقه أقوى من إمكانيات فريقي، لكن هو ما فاز إلا بخبثه وبنجاسته، لو إنه رجال كان لعب صح، كان هاجم وكان وراني مرجلته هجومي. عندي سؤال، هل أنت مرتبطة؟ قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ أتوقع إنه إحنا خرجنا من الكاس، ما عاد باقي غير الدوري الأوروبي. الآن الفرق بيننا وبين السيتي 9 نقاط، والله مو صعبة ولا مستحيل. لو نفوز في المباراة الجاية كل، يعني دائما أقول لو نفوز الماتش الجاية كل ونلقم، لكن لو فزنا من جد في المباراة الجاية كلها فعلا. يا طويل العمر، قبل شوية مشيك على ميزانية النادي ما في ولا إلا 7 مليون، 7 مليون هذه حتى ما تجيب لك رجل لاعب في دوري حواري، إيش النظام؟ أيوه. يعني إيش تقصد؟ يعني أنا بعطيك، أنا ما عندي عشان أعطيك، أنا مو ما أبغى، أنا ما عندي فلوس، ما عندي، كل شوي تقول عطني عطني. انت وعدني انك تعطيني، الحين تقول لي ما عندي. دبر نفسك، دبر نفسك، روح بيع الزبايل اللي في النادي، سوي اي شيء. انت عندك وما تبي تعطيني ولا كيف؟ انا ما عندي، انا انسان ما عندي، كل يوم تجيني عطني عطني عطني، انا انسان ما عندي. طيب ليش تخليني افكر انه عندك؟ لازم اعطيك بصيص امل عشان تروح تشوف حل. حرام عليك يا رجل، اذا الحين يعني ما في فلوس، ما في، دبر نفسك، ما في فلوس، ما في، ما في، روح تدور نادي ثاني عندهم فلوس، انا انسان ما عندي فلوس.
لا تقدر تعطيني هذه النظرات، فلوس ما في، دب نفسك، بيع الزبايل شوف لك حل. شفت ايش قال مدير النادي؟ يقول ما في فلوس، ما في ميزانية انتقال، يقول طفران، النادي ما عنده فلوس، ما عندنا الا 7 مليون، فالحل بسيط جدا، هذا مدرج في قائمة الانتقال وهذا 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 ويليان ولاكازيت، لاكازيت حتى نسيت اسمه. اتمنى انهم ينباعون، اتمنى انه تجي عروض للاعبين عشان نخارج انفسنا، نفوز عليهم ذولي ساوثهامبتون والله ايزي، ايزي والله بحق لهم افوز. Welcome to the Emirates Stadium. Will you please welcome Southampton and your Gunners. بسم الله على بركة الله يلا. بسم الله مسخرة والله العظيم مسخرة 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 يا شيخ. خلص يا شيخ خلص يلا يلا بس يلا. السلام عليك ايوه يا فيب يا واحد Let's go. يهو ايش الدفاع اقسم بالله كيف ايش اللعب حرام يا شيخ والله حرام كيف نفوز على السيتي 7 ونخسر من دوري يا ربي استاذ احمد بما انك فقدت المنافسه في الكاس والدوري تقريبا وش راح تسوي؟ باقي عندنا دوري الدوري الاوروبي صح انه الان صار فرق شاسع كبير بيننا وبين صاحب المركز الاول لكن دائما اقولها اذا فزنا في المباريات الجايه كلها ممكن نجيب الدوري. هل سبب فقدان التركيز المذيعة الجميلة اللي خرفنتك؟ ايش دخل؟ ايش دخل ذا السؤال؟ ايش السؤال الساذج والسخيف والسامج من ايش ايش ايش, إيش لنا علاقة حنا؟ ايش 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 تقول انت الان؟ ايش دخل ذا السؤال؟ ايش ايش تسوي يعني؟ يعني ايش تقول؟ ايش تبغى نرد عليك يعني؟ يعني اقول لك حبيتها هي خسرت هي سوى الخساره سوقها ايش السؤال ايش السؤال الخرا طيب يا استاذ احمد هدي هدي يا عمي اسكت لا تتكلم لا تتكلم لا تتكلم والله هجت فعليا هجت 11 نقطه والله صعبه لازم نجيب لاعبين لازم نجيب لاعبين والله قطع ذا النادي اللي ما فيه فلوس اللعيبه اللي ودي اجيبهم يا جماعه كوندي في الدفاع ريناتو سانشيز هذا المدافع حق ليستر فاتي بس لو يجون ذولي ويمين بالله لا اخلي ارسنال اوكي جانا عرض للنني والله الصدق يا عيال سبك بطيء مره لعيبه بطيئين انا ما بيهم ابغى فلوس باي طريقه في عرض انتقال لتيرني ب 40 مليون من يوفي يعني شوفوا تيرني كويس تقدر تجيب مكانها واحد ثاني اقدر العب ساكا مكان تيرني بس تيرني كويس يا اخي والله والله فكره ابيعه ولا ما ابيعه أربعين مليون يا اخوان مو رقم سهل على ظهير يعني يقدرنا نجيب اي ظهير انا اقول نبيع نبغى فلوس اوكي انباع النني وفي عرض انتقال جديد وفي في عرض انتقال لهذا يا جماعه بعشرة روح وفي عرض مبادله طول ذا كم عمره 26 سنه الام والله ارفض ابو اعراض لاعب المبادله منهم يبي زحلقوني بلاعب زق طب تيرني انباع والنني انباع صار عندنا 56 مليون يا اخوان صار عندنا فلوس الان نسترجع اللعيبه الكويسين نسترجع توريرا يا جماعه كم حيكل 400 تعال ونسترجع الولد الصغير هذا عمره كم 21 سنه خلت حق ايه خلت نسترجع خلت الكذاب يبغانا نعطيهم خطط تدريب هو وتوريرا نقويه دفاعيا نخليه وسط دفاعي نعم بما انه توريرا يعني هو دفاعيا ممتاز حنقويه هجوميا يلا على بركة الله
الله الدون الله الدون ليتس جو. اوه دوم بيحتفل عشان يعوض فريقه. اوكي يا عيني على الباص. بيبي يا لعيب يا بطل يا بيبي ليتس جو على اللعب. سير احمد بما انك يعني حطيتني في قائمه الانتقالات انت شو وضعك مع المذيع يعني؟ ايش دخل امك؟ ايش تسالني السؤال التافه ذا؟ يعني انا يعني حتى والله انك قليل والله انك تبن اقسم بالله حرام في اهلك تبى الصراحه يا ابو لكزت. اقسم بالله انه ارسنال مع انه نادي متواضع انه اكبر من امكانياتك. انت مفترض تلعب في نادي درجه ثانيه نادي حواري وجاي بكل وقاحه يعني حتى ان احنا جالسين نجاملك ولاعبك ما عندك شيء. لا انت سريع لا انت مهاري لا انت هداف لا انت قوي ولا شيء. انت لا شيء وجاي تسالني السؤال هذا على اساس انك فلت وبتحرجني قدام الناس؟ ها عجبك عجبك الرد؟ قل لي رد. والله سير احمد يعني كل دق اسكت ولا كلمه واطلع برا يلا اعطينا سنابه. طيب سلام. الله عليك يا عبد الله يا رب يا عبد الله يا ما شفتوا يا شباب بريرا وربي فرق معانا فرق واسع يمين بالله انه محور واحد. الان حنا يا جماعة نحتاج قلوب دفاع سريعين فخلونا نشوف ايش نقدر نتعاقد مع مين. بما انه احنا رجعنا تريرا وعندنا الاخ الطيب هذا ما عاد نحتاج لعيبة وسط. بارتي بيرجع من الاصابة والله من جد ما عاد نحتاج احد فعلا. والله فاتي يمدينا عليه يا عيال لو جبنا فاتي. اه لو جبنا فاتي اه خلونا نشوف موضوع فاتي 37 قيمته المفترض ما يطلبون اكثر. اخذه ب 52 يا جماعة ولا تفاوض معاهم؟ يلا خلني اتفاوض معاهم يمكن اخذه بقل. هلا كيومان اخبارك طيب شو مسوي عساك طيب كل شيء تمام تفضل حياك الله. وسعره 37 يعني لا تطمع. والله اخذته ب 40 يا عيال خلني اعطيه راتب تعال يا حليلو يبغى راتب بس 45 يا حليلو. اهلا وسهلا حياكم نور يا ابو فاتي يا مرحب. توقع يا اخوان اننا ربحنا باقي معانا 15 مليون ابعطيه مركز جديد اللي هو مركز الاس تي. مباراه ضد فريقي السابق في بطوله الامارات او كاس الامارات. في عندنا كاس الامارات وعندنا باقي مباراه الاياب ضد سبيرز. نهدي نصلي على النبي. كاس الامارات ستوك سيتي اعرفهم انا اعرف لعيبتي اعرف وهذا فريقنا ضد ستوك. بسم الله فاتي اساس يلا. كابتن احمد نازل بالتشكيله الاحتياطيه ضد ستوك سيتي تسوق امها علينا؟ لا ما اسوق امها عليكم لانه احتاج انه يكون فريقي جاهز قدام سبيرز لانه بالنسبه لي ممكن الدوري طار وصار يعني امالي او 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 فرصتي اني احصل على الدوري ضعيفه فخليني اركز على الكاس فانا راح احارب من اجل الكاس فعشان كذا قلت خليني اريح لاعبيني. خروف عفوا؟ لا 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 قلت كرويف. كرويف؟ ايش دخل كرويف؟ لا بس يعني طلع على بالي. عيدها عيدها خليك رجال وقولها انا سمعتها ترى بس ابغاك تكون رجال وتعيدها مره ثانيه قولها. خروف. واحد يطرد ابن الح انا الدين امي قفل من سالفه البنت يعني الواحد يعني ما يحب ما يقلبه يحن يا اخي انثى يا اخي. المهم خلونا نلعب ضد ستوك يلا يلا. يلا 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 بسم الله بسم الله. يلا كوزوتيو فوتي يا مجنون يو لعيب لعيب يا ركزت لعيب. ايوه ايوه تكفى يا فاتي يا لعيب
بوتيو. الله يقطع بيزنهم يا شيخ. الآن أيها الإخوة والأخوات، مباراتنا في نصف نهائي الـ EFL كوب، مباراة الذهاب انتهت 2-1. هذه المباراة هي مباراتنا. يلا مؤتمر صحفي ثم المباراة، هيا بنا ليتس جو. نبدأ المؤتمر الصحفي، لا حد يجيب لي سيرة البنت رجاءً يا أخوان، أوكي؟ يا حروف يا حروف يا على بركة الله يا أخوان، والله يمدينا فرجي بوسك الثالثة ما يسجل علينا، والله عيب. أيوة يلا أوبا يلا يلا ديفرج نقيم يلا. الله عليك يا بيبي، أنت الحل أنت الحل يا وحش. هيا 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 والله يمدي. روح كبير الله والله يمدي والله يمدي. طولته هي لا يا اوبا لا يا اوبا لا يا اوبا. هي اوبا يا ايوه عيني. هي الدور الله عليك. ايوه ايوه يا شيخ ليتس جو. يلا بيا يوه الله عليك يا شيخ. خلاص حكون صفر. ايوه مشوه ليتس جو. ايوه مورينيو مدرب يابان ما يستطيع. شوف لما تقدمنا عليهم ما قدروا يرجعوا يهاجموا يا اخي، متاخرين في النتيجه باقي يدافع. ايش ذا المدرب الحمار، ما ادري ايش يفكر. برضو جانا عرض انتقال لهذا ايش اسمه ب 4 مليون روح، وجانا عرض انتقال بكم 6 مليون روح. لو انباع بيصير معنا 25. تذكروا لا مدافع سريع عمره صغير شويه في حدود من 15 الى 25 مليون. ارجوكم يا اخوان ركزوا عليه في مكان التعليقات يا جماعه اقتراحاتكم. يعطيكم العافيه على الدعم يا جماعه. اللايك هو 100,000 لايك، وتابعوني حساباتي تحت واشترك اذا ما كنت مشترك في القناه من زمان ما قلتها. نراكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم.